السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم القائل رضي الله عنهم ورضوا عنه والصلاة والسلام على صفوة المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يزاريو تلاقو صحابة بالدرباتشن وداجاتشن نبياتشن صلى الله عليه وسلم إجاتشون السلاة الرقنا منالو لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء ألو ኢማንኮ የእምነት ኢማን ፍሪያ ላይ ፍሪያም ይባል ሩቅ ያለ ኮኩብ ላይ ቢሆን ከነዚህ ጀግኖች ሰዎች ውስጥ ባዙት ነበር በደረሱበት ነበር ብሎ አመገሳቸው ከነዚህ ውስጥ እጃቸው ለት ሊያደርገው ነበር ከዚህ የዛሬ ባለረባችን ከሆነው ከታላቁ ሰሃባ የሰሃባ قصتنا هذه هي قصة الساعي وراء الحقيقة ونتم بمفلق ادميوني فجس له الصحابة يقول الباحثي عن الله اللهم فلق ادميوني فجي هنا ما انه هي سو يتلق صحابة ما انه هذه هي صحابة ما انه سلمان رضي الله عنه سلمان انه الفارسي كفارس هاجر يمتاو تلقوا صحابة سلمان رضي الله عنه انه سلمان راسو اندي تودأ سلمان اندمت اتاريكو نجمر لنا كالجنتو نتاريكو نجمر لنا كنت فتا فارسيا من اهل اسبهان اسبهان متبال ايرانكي متجن كتما وسط يتولركو لقاود اتنبركو لال من قرية يقال لها جيان جيان متبال من درست انا عدكو تسفر وسط وكان ابي دخقان الكرية اباتيم يهاجريتو وهن استداداري نبر واغنى اهلها غنا واعلاهم منزلة كاقراتشن كاللو بالس اقاود جسل قنبارك ادامونا አገራችን ውስጥ ትልቅ ድምጹ ተሰሚነት ያለው የተከበረ ሰው ነበር አባቴ ይላል እኔም በመጮት ነበር ያደኩት ወኩንቱ احب خلق الله اليه منذ ولدت ከተወለድኩ ጀምሬ ከሱ ዘንድ ከየትኛው ፍጡር በላይ አባቴ ዘንድ የተወደድኩ ነኝ ثم ما زال حبه ليشتد ويزداد على الايام حتى حبسني في البيت خشيه علي كما تحبس الفتيات አባቲ ለኔ ያለው ፍቅር በጣም ከመጨመሩ የተነሳ ችግር ጉዳት ይደርስበታል ብሎ ልክ ለጋ ኮረዳ ሴቶች ልጃገረድ ሴቶች እንደይበላሹ ተብለው ቤት ውስጥ እንደሚቀመጡት እኔንም ቤት ውስጥ አስቀምጠኝላል እንደወጣ ይፈቅድልኝ የቤት ስረኛ አደረገኝ ለኔ ካለው ጥልቅ ፍቅር የተነሳ ሰልማን ሐቅን ፈለጋ ነው እንግዲህ እሱ መገለጫ ባህሪው አልባሂሱ عن الحقيقة ነው ይባለው سلمان من إلال أباتنا الناتو مياملكوت ياغروم أبزان يوم أهبرس مياملكوت مجوسية مبالي أمنت كفل إيه أمنت كفل سات النوم مياملكوت منو سات هلو نقر تاقاتر عالش بلوس لم يامنو يهلو نقر عقات أي كهونج يهلو نقر قيت السوانات بلوس سات النبر مياملكوت وقد اجتهدت في المجوسية حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها أنيم مال مجوسية لي زي سات عملكو لي በጣም እጅቲሃድ ማርግ ጀመርኩ ስለሱ ወደ ማጥናት ጀመርኩ በጣም ተግቼ ከማጥናት የተነሳ ስለ ዲኑ ጥልቁቀት ከማዘ የተነሳ የምናነደው ሰዓት የምናነዳቸው የምናነደው የጌታችን ዋና ሰዓት አቀጣጣይ ሆኜ ተመረደብኩ ይላል ወኡኒዩ ጠቢ አምሩ ኢድራሚها حتى لا تخبو ساعة في ليل او نهار እኔም ሁሌ እሷን እየተከታተልኩ ማከታታል የኔ ኃላፊነት ሆነ በሌትም በቀንም እቺ ሰዓት እንዳጠፋ good وكان لابي ضيعه عظيمه غير سلمان حق لي ينبروا تقل كمجوسيه يجمرال اباته تلك بالصقا نو يونه بوتا انفست يادرغو سفي نبرتالو عندي اباتي يلال بتام بيزي هوننا ما هدال شال مودزي نبرتو كذا منال يا بنيه اني اشتغلت اليوم بما ترى زاري بايه غديه بيزي هونيالو اباك هدنا يان غداين تكاتاتله غنزوچين يزلين علي اني ام يا باتين يمجمريا قندوت يفقدلني يدستا قنيجي كبيت وطچي بغوداناوش لي سرامد وفيما انا في بعض الطريق مررت بكنيسه من كنائس النصارى
كنصارى بتكريستيانوش كريستيانوش بتكريستيان طق ألف فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون الناس يسجدوا صلاتي يادرقوا دمساتشو يسمعوا فلفت ذلك انتباهي تكرتين سابوا دمساتشو قرمي من أينت يمجزات عينت نوبية تغسب كنا ود النسو بتكريستيانو استقبوا إلى الودم يعمل كبت بوتا لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى سلا نصارى مبال أمنت من ما كون قرأ اللبرين من عبادي اندالو تعدر قي سلا نبر بيتوس ليلة أمنت كن ياسات أمن كوج الله يمسلين من نبر بت أم تقرم فلما تأملت أعجبتني صلاتهم لك ساستولاتشو صلاتاتشو بت أم قرمي يا سقاقد عينتاتشو كن يا عمد الناسات كما بلل يتلينو ميس بنبر አባይን ያለየ በመንጭ ደነቃል እንዲሉ ገና ስልምናና ላይም ግን ሰዓት ከማምለክ የተሻለ የዒባዳ አይነት የሰው ተመልክቷል በጣም ተማረኩአለ ወረዲብቱ في دينهم በእምነታቸው በጣም ተሳብኩ قلت لراسي بيالو والله هذا خير من الذين نحن عليه ان ያካለንበت እምነት የተሻለ ነው ይሄ ጾለታቸው ደስ ይላል فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس اباتي كلاكي بوتا تشي الناس زند صحاي اسكت تلك درس ابرياچو قيو عباداتشو لي يتملكتو يصولت ادراراغاچو سبوين سنگرم قيو عن كزام كزاو استلالوت سوچ طيقواچو اينا اصل هذا الدين يزي امنت منچو يتنو مسرتو يتنو سلمان ما يفلقو يتشالن حقيقه انو يفلقو مسرتو يتنو يزي دين قالوا في بلاد الشام شام متبال اغرست نو يزيدين مسرتو قالو قدي هيسو شام لمهد ليوسنو معناتنا كزام اباتي كالين كلاكي بوتا تشي اباتي لكاس اسفلغي قنوم مولا هولوال ما تا ود بيتو تملس سملس لجي يتدهنو يتفاين ستاسچنقني مالككو لانت يالنيم فكر غوغو تاقيلالين اني من بياركوت يا ابتي اني مررت باناس يصلون في كنيسه لهم اني صلت بميادرغو بيت كريستيان طق حلفكوني سجدتاچو صلوتاچو ماركين ديناچو كنيه يتشاله نو አልኩت اباتي هين سيسما دنغته مالو سطاو لجي رمين زاريا سوتچو دي گود ليون علينا ليابابله يطار من على اي بنيه ليس في دينهم خير بنسو دين من خير علو بلا من يتشاله علو بلا نو دينك ودين ابائك خير منهم يعني تأمنت يا أباتوش كده ما ياتوش منت إيه ساتني مجزات أمنت يبلتا ينسو دمو من اللو برهالي سلمان لحقك ومنبر من أرو أباتو قلت كلا بجرش والله إن دينكم لخير من ديننا ينسو منت كن يتشالين أباتي ألوت لك مهالاتشيني اللي تشكتشك سيرزم أباتي هيسو أمنتون ترو لي كفري چلالالنا تلك سنسلة هم تتوقري ليا درقو أسرين سلمان كزام سلمان رضي الله عنه من الهلال وداون لنصارى قيسو ستوچ دمدابيلا كلناچو اني سر بيت زفا سر بيت ياله شام هاجر هي امنته مسرت يهونو هاجر ورزا هاجر ميهد تغواج منجدنيا كاغنياچو اباكاچون اسوقوني يالكواچو انسوم لك ورزا هاجر ميغواز منجدنيا سياغنيو صافونا دمدابيلا كلي اني ميهن اندسماو اباتي اسرني سنسلت سبابركونا غوزو ود مليكتلنو ود شام اجر تملكتو تي سلمان حق اني مفلق غوزو كزي جمرال كفار ساجر ود شام غوزو متشوت قنطوتن دلوتن تتو حقننا اللهن فلغا الله اكبر كزي جمرال عند ود ملي غوازن ود شام شام لي كنزا سوشغا تسافروا برو خده كزام فلما نزلنا فيها قلت من افضل رجل من اهل هذا الدين كزي امنتاچو است بيست يتشالو سومان نو አልኳቸው قالوا بابا سنوا قالوا يبيت كريستيان وانا مري يشاماغر وانا بابا سنوا قالوا سلمان كترى قيسوش غامون الفلغم كوهناوچو نو من يفلغم مجمرا لي اين اصل هذا الدين بلون بر اون دمو من قال من افضل رجل من اهل هذا الدين ما نو بلاچو سوال يتشال النبر ميتايقو كزام باباسو مهنو سياقو ده باباسو هدنا منالاچو اني يرسو خدام لهون لاغلغلاچو يسو خدامو كسو لمار لقرا علم اللوق ابرياچو الله لغزالاچو ساچوم تفضل ابراهيم منالوت سلمان من يلال كساچو غا منور جمرو كساچو غا ممار جمرو ثم ما لبثت
أنا عرفت أن الرجل رجل سوء يهجني بيت كريستيانو ميستداد درو باباس مدفوسو نبرالا فقد كان يأمر أتباعهم بالصدقة يسون تكتاو تشزبون صدقة ستو يالا يزاتو الدعوة يا درقال النسو صدقة ستقلم بلو بررسي ساتوت السوقني كزنو نبرا ياسكم بتغرب سبات بورسا يا هل ورك بررس كاسكم بتدرس بتأمت اللوت على السلمة እሱ ንብረት ወርቅ ጥሎ ሄዶ ሐቅን ፈለጋ ነው ሐቅን አገኝባቸዋለሁ ካለ ሰውሽ ግን ሌባዎች መጥፎ በዲን ስሚያጭበረብሩ ሳይ በጣም ጠላውታለ አላህም ይሄን ሁኔታ ይናየና በሱ ቦታ ثم انه لم يمضي غير قليل حتى نصبوا رجلا اخر ልክህም ሰው በህይወቱ ብዙ አልቆየ ማለ ይሄ መጥፎ ጳጳስ ሞተ ልክ እንደ ሞተ ሌላ ሰው እሱ ቦታ ላይ ተኩልኝ يسو على سلمان سيناجر يسو رجولا آخر مكانه طرسو الصبوت علي تكلين فلزمته كالسوغا لكن دزانيو عبريو تكأمتك فما زلت فما رأيت رجولا أزهد منه في الدنيا الدنيا لي اندزين السو زائدين شالك بالدنيا بلجج ما يشنقل ولا أرغب منه في الآخرة أخران من دزي سمي وديتش لكم ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا اندسون ليتك أن عبادة لي الله ليتك أن ميقزا اندسون لتسوال أيهتم ولا أرغب منه في الآخرة ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهار فأحببته حبا جمع بتعم لبي بس تمارك بتعم وددكت الله بتعم ميقزا عالم عابد دينة سوسي فأقمت معه زمانا كسوغا لزمنا تابر يتكمت كسوية تمارك كراءتين عبادة مية تمارك تكمتك فلما حضرته الوفاء كسو موت بمت أبت كزي كدي السنمي مسير سوين لم ليلو أتاليك إسوشن وزور يعلوت من بيالكوت يا فلان إلى من توسي بي لما أنو عدرام متتوي يوان تنقري لتموتنا لكوت ومع من تنصحوني أن أكون من بعدك كانت بوهلا مان قاندوه النمت مكرين عالكوت فقال أي بني أي أنت لجهوي لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصول والله مريت لي للا سوالاكم إني بعلو بتكتتن يا من قر لي تككلن يا كيس ينبي عيسى من قري تكتلا قن عند سوال هيتا قرنا بيقنيو موصول متبالاكم إيشي موصول عراق أقراكاوي كربانات عراق الصونا اللي شامنو موصول متقنيو عراق وستر وهو فلان أكلي بال السمو لم يحرف ولم يبدل فالحق به السو نبي عيسى عمدتوتن وهم كريستوس ميلوتن نسو عمدتوتن دين يا اللوة تككلين يا لا بلاش يسو بينور السنو ليلو تشعب بلاش توتال يسوس ياندي سوستنيانو يسوستاندنيانو يالو عبلاش توتال ማርያም የጌታናትናት ይያሉ አጨማልቀውታል ትክክለኛውን ግን ኢሳ ነብይ መሆኑን ማርያም ደሞ ያአላህ ተወዳጅ ባሪያ መሆኗን እምነት ትክክለኛ ያዘ ሰው ቢኖር መሬት ላይ ይሄ መውሱል የምትባል ሀገር ውስጥ ያለ ይህ ትልቅ ሰው ነው ከቻልክ እሱ ጋር ሄዳለ የሰልማን ሁለተኛ ጉዞ ሊቀጥል ነው መጀመሪያ ከፋርስ ወደ ሻም ከሻም ወደ ምን ወደ መውሱል ሊጓዝ ነው ሐቅን ፈለጋ አላሁ አክበር سلمان هدكو لال موصول من ددرسو ينسوا كنيوت نقركوت ياو قواد دنياهنو عانتا قاند متانا كانتا قابرري الله نقزا يلا كنسلو بدستا تكبلين انكوان السولكو بلو عبرريو تكمتكو والله يلال سلمان لك اند قواد دنياو الله نمي فرا الله نمي ودباري نبر عالم زاهد نبر عبرريو السوقا تكمتكو كسو من مار جمركو كالسوغا بزوكا تكامتك بوهلا فلما حضرتك الوفاة قلت له موتافاف ليهم درسة شوف سنت سوتش الجولين دالفو يا فلان الكوت قالي هوي لقد جاءك من أمر الله ما ترى عندما تتاوي الله قدي أنت ليه وردو بهل وأنت تعلم من أمر ما تعلم إذا محكم في اللقاء بيتسب أقرين تيتسدر كموني انتاك ألا لما نوسي يا متستي ما نقاندون تزيني الله الكوت فقال أي بني أي أنت لجوي والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبي والله علي مريت لي أننا أنت ودني لك تلقوا باباس
አይነት ባለንበት ትክክለኛ ዲን የተቀመጠ ሌላ ሰው የለም። ግን አንድ ሰው ቀርቷል። ነሲቢን የምትባል ከተማ ከኢራቅ 6 ቀን የምታሰድ ቦታ ናት። አሁን ያለበት እሱ ኢራቅ ውስጥ ነው፣ ሞሱል ውስጥ ነው ያለው። አሁን ወደ ምን ነው ወደ ነሲቢን ሄዳለው። እዛ ውስጥ አንድ ሰው አለ፣ ከቻል ከሱ ጋር ሆነና አላህን አብረው ተገዛ። የሰልማን 3ኛ ስደት ሊጀምር ወደ ምን ነሲቢን ሊጓዝ ነው። 6 ቀን ተጉዞ ዛች ሀገር ደረሰ። ከዛም እንደደረስኩ ምን አልኩት፣ እገሌ ወይ የላከኝ እገሌ ናቸው፣ ወደ አንተ ላኩኝ ጓደኛህ ናቸው፣ እሳቸውም ስለሞቱ አንተ ጋውኜ እሳቸው ጀመርኩትን ትምህርት እንዳጠናቀን የላኩኝ አልኩት። እሱም በጣም ሳልሕ ሰው ነበር፣ ተቀበለኝ አለ። አብሬው መኖር ጀመሩ። ወላሂ ልክ እንደ ባለፉት 2 ጓደኞቹ ደግ ሰው ነበር ይላል። አላህን የሚፈራ ነቢ ዒሳ ባመጡት ትክክለኛ መንገድ ላይ የተቀመጠ ሰው ነበር። ከእሱ ጋር ሁኜ አላህን መገዛት ጀመርኩ። ከዛም እሱም ሞት አፋፍ ላይ ደረሰ ጀለይ ይላል። ከዛም ሞት አፋፍ ላይ ሲደርስ ምን አልኩት፣ ለቀድ ዓረፍተ ሚን አምሪ ማ ዓረፍት፣ ይህንን ጉዳይ ያው እንደምታውቀው ነው። በስደት እናንተን ፍለጋ ነው አገር ጥዬ የመጣው። አንተ ከሞትክ ደግሞ ከማይረቡ ቄሶች እጅ ላይ ልውድቅና መስመር ርስት ነው። ወደ ማን አደራ ትለኛለህ? ወደ የት አገር ልሄድ አልኩት አለ። ከዛ ምን አለኝ፣ ፈቃለ አይ ቡነየ፣ አንተ ልጄ ሆይ ወላሂ እኒ ማ አዕለሙ አሐደን በቂየ ዓላ አምሪና ኢላ ረጁለን ቢዓሙርየ፣ ወላሂ እኛ በነበርንበት መንገድ ላይ ዱንያ ላይ የቀረ ሰው የለም፣ አንድ ሰው ቢሆን እንጂ። ይህ ሰው የት ነው የሚገኝ? ዓሙርያ የምትባል አገር ነው። ከቻልክ እሱ ጋር ድረስበት አለኛል። የሰልማን 3ኛ ጉዞ ወደ ምን 4ኛ ጉዞ ወደ ዓሙርያ። መጀመሪያ ከፋርስ ወደ ሻም፣ ከሻም ኢለ ልመውሱል፣ ከመውሱል ይሄ ነሲበይን፣ ከነሲበኛ ወደ መጣ ዓሙርያ መጣ። 4ኛ አገር ጉዞ ስደት። አላሁ አክበር ረዲየላሁ አን ሰልማን። ወደዚች ሀገር እንደመጣው ይህን ሰው አገኘሁት። ልክ እንደ ጓደኞቹ ሳልሕ አቢድ ሰው ነበር ይላል። ከእሱ ጋር አብሬ ተቀመጥኩ። ከእሱ ጋር ጊዜዎች ማሳለፍ ጀመርኩ። መቅራት መማር ጀመርኩ። ከዛ መጨረሻ ላይ ልክ እንደ ጓደኞቹ እሱ ሞት አፋፍ ላይ ደረሰብኝ ይላል። ከዛ መጣውና ምን አልኩት፣ እነከ ተዕለሙ ሚን አምሪ ማ ተዕለም፣ እንግዲህ ጉዳይን ያው አንተ እንደምታውቀው ነው። ሐቅም ፈለገ ወደ እናንተ ተሰድጄ የመጣው። ፈኢላ መን ቱሲቢ፣ ወደ ማን ነው አደራ የምትለኝ? ወደ ማን ልሂድ አንተ ከሞት ካልኩት። ሰውየው ግን በጣም የሚያሳዝን ዜና ነገረኝናል። ፈቃለ ያ ቡነየ፣ አንተ ልጄ ወይ ማ አዕለሙ አነ ሁናከ አሐደ ሚን ናስ በቂ ዓላ ዘህሪ ልአርዲ ሙተመስከን ቢማ ኩና ዓለይ። አላሁ እኛ እኔ ልንገርህ እውነቴን ልጃሌ፣ በአላህ ይሁንብኝ፣ አሁን መሬት ላይ እኛ ይዘነው በነበረው ቀጥተኛ መንገድ ላይ የተቀመጠ ሰው የለም። አላ ዘህሪ ልአርድ መሬት ላይ የለም። ሐቁን ይዞ የተቀመጠ እንጂ ክርስቲያኖች ነበሩ፣ ግን መስመር የሳቱት ናቸው። መስቀል የሚያመልኩ ያው ቅድም እንዳለው መርየምን የዒሳ እናት ናትም ፈጣሪ የፈጣሪ እናት ናት የሚሉ እንዲህ የተበላሸ አመለካከት ውስጥ ያላቸው ነው። ሐቅን የያዘ ግን መሬት ላይ አሁን የለም አሉ። ሰልማን ዱንያ ፊቱ ላይ ጨለመበት። ለስንት አመት ሙሉ በስደት የተንገላታው ሐቅም ፍለጋ ነው። አሁን መንገድ ላይ ተቆረጠ። ነገር ግን ሰውየው አንድ ተስፋ ሰጭ ቃል ሰጠው። ምን አለ? ወላኪነሁ አለ قد اضل زمان يخرج فيه بارض العرب نبي الله سبحانه وتعالى عرب مريت لي ملكو لعالم زنت ادرغو ملكو عند نبي امي وطابت زمن درس ما نبي لاكوبت نبياتين صلى الله عليه وسلم رسول ملكه واتبع ملة ابراهيم حنيفا كتتنيون ابراهيم منجد تكتل الى تشوال القران لله الله لنبياتي صلى الله عليه وسلم يا ابراهيم منجد يزو ملك عند سوا العرب اغير است ثم يهاجروا يسو ملكته ثانيو ملكته مدن ثم يهاجروا من ارضه الى ارض ذات نخل بين حرتين ود የተምር ዛፍ ወደ በዛበት ሀገር መካለቁ ሀገሩን ለቆ ወደ መዲና ይሰደዳል። ይቺ ሀገር ደግሞ ምልክቷ የተምር ዛፍ የበዛባት ሀገር ናት። በይነ ሐረተይን፣ ሐረተይ ማለት ጥቁር መዲናን ያስተዋል እንደሆነ የትሪበን ከዳርና ዳሯ ጥቋቁር የተራራ ክምር ድንጋዮች አሉባት። ከሁለቱ ጥቋቁር ክምር ተራራዎች ድንጋዮች መካከል በተምር ወደ ተሞላች ሀገር ሚላክ ነቢይ አላህ ይልካል። ከቻልክ ወለሁ አለ የሱ علامات لا تخفى ግልጽ የሆኑ ምልክቶች አሉት። የነብይነት ምልክቱ فهو ياكل الهديه هديه ከሰጠው ተቀብሎ ይበላል። ولا ياكل الصدقه صدقه كان امتى تبتسطو صدقه لا يقبلها ማለት
وبين كتفيه ليلا دمو ملكتو كتكشاوچو مكاكل خاتم النبوتي يا نبيينت مهاتم تدرغوبتال الله اكبر فإن استطعت ان تلحق بتلك البلاد ففعل قد الدنيا لي يا له تسفى تمطل ود عرب اجر هده ينسو ما جيت نا ذا اجر ده متبك متشل كون ادرج انجي الدنيا لي ليلا سوي قري لمال سلمان رضي الله عنه من الهلال ثم وافاه الاجل يسو من جلي موت يتعلق عليم يتعلق باباس فما كست بعده بعموريه عموريه اجر لي ذاك اجر لتوسن زمان اتكمتكم الى ان مر بها نفر من تجار العرب من قبيلتي كلب كلب متبالو يا عربيان مريت اكبابي غزات است قالچ اگر لي يمهدو نغاديوچ بزاچ عموري اگر لي سيالفو ايواچو الله انغدي بروغرام ياوطالت نو رسول قال ياغناني لك انسو ساغنياچو فقلت لهم بي يالقواچو ان حملتموني معكم الى ارض العرب اعطيتكم بقرات هذه وغنيمتي ودا عربا غير يوسداچو غندون اجي وسط يالو نهين قول سويو كموته بهالا يافراچو እንትኖች ላሞች ከብቶች እንዲ ነበረው ሰውዬ ሰልማን እነዚህን ሰጣቸዋል እንዳለው ሰዱት ሂሳብ አልጠይ አትጠይቁ እንዳለ ይሄን ሰዱ ብቻ አረብ ሀገር ውስጥ ወስዳችሁ ጣሉኛል እነዚህም ሰዎች ሲያዩ ትልቅ ክፍያን የተከፈላችሁ قالوا نعم نحملك እንዳዚህ ዘነን አዳለ فاعطيتهم اياها ሰጧቸው እነዛን وحملوني معهم حتى اذا بلغنا وادي القرى አረ ለክ መዲናና ሻም ውስጥ የምትገኝ ወደ መዲና ቀረብ ያለች አረብ ሀገር ውስጥ ዋድ አልቁራ የምትባል ከተማ አለች ከዛ ስንደርስ ግን አለ غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود እዛ ስንደርስ ካዱኝ ይላል ለአንድ ይሁዳ ሸጡኝ ይላል ባሪያ እንደውም ባሪያችን ነው ብለው ሸጡኝ ያለ ሰልማን እንዴት እንደሚገላታዩት ባሪያ አድርገው ሸጡኝ የሱ ኸዳም ሆኜ ለአመታት ተቀመጥኩ ይላል ከዛም ከሱ ቤት ተቀምጬ ያለ ይቺ ዋዱ አልቁራ የምትባል ወደ መዲና ጠጋብትልም በደም ወደ መዲና ግን ወደ ውስጥ አይደለችም ዳርናት ከሻምና ከመዲና ማከን ግን ወደ መዲና ጠጋምትል ከተማናት አረብ ሀገር ክልሎች ውስጥ ተወነ ከዛ የትሪብ ውስጥ መዲና ውስጥ አንድ አጎት ነበረዋል እዚ ያጎቱ ልጅ ነበር እሱ ሊዘይረው መጣና እኔን ስሰራ አጠንክሬ ሰራሳይ ይሄን ባሪያ ሽጥልኛል ይህ ትልቅ የተከበረ ያፍታም ልጅ ነው ባሪያውን እየተሸጠያል ከዛ ማጎትየው ሙሰደው አለው ገዛኝና ወደ መና መጣኝ ወደ የትሪብ ይዞ ይመጣል ወነከለኒ ማሁ ኢላ የትሪብ ወደ የትሪብ ወደ መዲና ነብዩ ወደ ሚሰደዱባት ሀገር ይዞ ይመጣል فرأيت النخل الذي ذكره صاحبي بعمورية يعني تلاقوا باباس يا وصالين يبتمري تمولاچو ناغر ايوات لبي باس يتمولا በጣም ደስ አለኝ ምን ነብዩ ወደ ሚሰደዱባት ሀገር ቅርቦንኩዬ ደስታ ከላይ ላይ እንትም ማለት ጀመረ መጻባርቅ ጀመረ ይላል ከዛም ያኔ ይላል ነብዩ ግን ያኔ ነው መዲና ውስጥ በኑ ቁረይዛ የሁዶች ክልል ላይ የሷ አገልጋይ ሆኝ ተሽጭ በተቀመጥኩበት ወቅት ነብዩ ግን ያኔ መካውስ ነብዩ ነው ተልከው ህዝቡን ዳዋ ያደረጉ ነበር እኔ ግን በጣም በስራ ቢዚ ስለማያደርጉኝ ወሬ መስማት አልቻልኩ የደረሰ ኢንፎርሜሽን አልነበረም ከዛም በኋላ ይላል አንድ ቀን ታሪኩን ሲናገር አንዴ ተምር ዛፍ ላይ ወጥቼ ለአሳዳሪ እየሰራው ያለ አጎቱ መጣለ ወደሱ ያው በኑቁረይዛ ያው መዲና ውስጥ ያለች ሰፈር ናት መንደር ናት ከዛ ተቆጦ መጣና ምን አለ ካተላላሁ አውስ ወልኸዝረጅ አውስንና ኸዝረጅን አላህ እንደ ያጥፋቸው ይሄውል ቁባ በሚባለው ቦታ ከ ተሰብስበው ከመካ አካባቢ ነብይ ነኝ ብሎ የመጣን አለ ከሱ ጋር ተሰብስበውላል እሱን ተቀብለውታል ሲል እኔ ተምሩ ዛፍ ላይ ሁኜ ይሄን ዜና ሰማው ይላል ሰልማን ይሰማውት ማመን አልቻልኩም ልክ ወባ በሽታ እንደያዝኩ ተርገፈገፍኩና ታች ወረድኩ ይላል ከታች ካሳደረይ ሊልውድቅበት ምንም አልቀረኝ ከዛ ተንደርድሬ ሄድኩና ምን አልኩት ማዛ ተቁል ምንድነው የምትለው አይድ علي الخبر ስወሬው እንደገምልኝ አልኩት ልክ እንዲህ ሲል ሲያይ አሳደረይ غاضب سيدي ولكمني لكمه شديده كبار طف ياقاتلني دمو انت منا غبا باريا سرانات سرى نبي بيمطا بايمطا انت مدنه بلو وط متاني انيم دمو عفين ياسكونا اي ندي وريو لسما بيي نو بيي توكوتال كزام ببنغاو طاتو لي يسرعات انت نش تمر ياسكونا ود نبي ودالوبت ود قوبا اكبابي رجعين جمرو كيلال سلمان አሁን ከአረብ ሀገር ወደ ምን ሄደ ወደ የትሪብ ወደ መዲና አሁን ከመዲና ወደ ውስጥ ወደ ቁባ ወደ ነብዩ የመጣ ነው ወደ ስድስተኛ ስደቱ ማለት ነው
ከዛም መዲና ውስጥ ኩባ አካይ እንደደረስኩ ለወደ ነብዩና ወደ ሰሃቦች ተቀምጦ አየዋቸው መጣውና ምን አልኩት ኢነሁ قد بلغني انك رجل صالح አንተ ደግሰው እንደወንክ ዜና ደርሶኛል ወሬ ደርሶኛል እነዚህ ባልደረቦች ደግሞ ከጉዞ ነው የመጣችሁ እንደራባችሁ እንደደከማችሁ አቀለው እቺ ደግሞ በጃ አስኩት وهذا شيء كان عندي للصدقه فرأيتكم احق به من غيركم እናንተ ደግሞ ይሄን ይዤው ነው የመጣሁት ሰደቃ ሀዲያ ልሰጣችሁ ሰደቃውን ለእናንተ የተሻላችሁ ናችሁና እንኩ ብሉ ብዬ ለነብዩ አቀረብኩለታል ሊፈትነው ነው እንግዲህ ምን ነው ምልክት አለው ተብሎ አለ ነብዩ ምልክቱም ነው فهو ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه ተብሎ አሁን ሰደቃ መጣና እቃውን ቀረብ ሳደርገው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክ ብሎ አዩና ወደ ሰሃቦቹ ሸተት አድርገው አስጠግተው ኩሉ ብሉ وامسك يده فلم ياكل ነብዩ እጃቸውን ይዘው ለሰሃቦቹ ብሉ ብሎ ሰደቃ ነው አይበሉ ምሳቸው ዝም አሉ ከዛ فقلت في نفسي هذه واحده ايه ያን ባባ ሲነገረኝ የመጀመሪያውን ብልክት ዳታለሁ በጣም ደስ አለኛል አሁን ሀዲዬ ይቀበላል አይቀበልም ለማወቅ ከዛም በበነጋው ጧት እጄ ተንቀሳቀስኩኝ የሆነ ብር ትንሽ ሰራራውና በሳንቲም ተምር ገዝቼ መጣሁና ለነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አልኳቸው እኔ رأيتك لا تأكل الصدقة انت صدقة لما تبلا استويهالو وهذه هدية اكرمتك بها فتقبل مني ايه هديه ነው ሰደቃ ካልፈልክ እንካ ታዲያ ሀዲያ ወሰደው ሀዲያ ነው ተቀበለኝ አልኩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጃቸውን ዘርክተው በሉና ለሰሃቦች ብሉ አሏቸው ሰልማን ተገረመ ከዛም ዞር ይልኩና فقلت في نفسي هذه ثانيه እቺ ሁለተኛ ምልክት ነው ያን ጓደኛዬ ነገረኛል አሁን አንዲት ምልክት ቀረችው ሰልማን እንድናትሷ خاتم النبوة የነብይነት ማህተማቸው تملك سلمان من الهلال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببكيع عندي النبي صلى الله عليه وسلم بكيع لي يعني صحابوچ 10 شي صحابوچ عاون يتكبروበት ቦታ ላይ ከዛ ላይ አንድ ሰሃባ ሙተው ሊቀብሩ ሰሃቦች እንዳለ ተሰብስበዋል እሳቸውም ደፍነውት ቁጭ ብለው ይያለ መጣውና ፈሰለምቱ عليه السلام عليكم ይዘየርኳቸውና ከዛም በኋላቸው ዞርኳል ዙሪ ከለበሱት ልብስ ስለነበር የነብይነት ማህተሙ ይታየኝ ብዬ ከኋላ ሳስተውል ነብዩ አዩኝና ፍላጎቴን ተረዷል ከዛም ከጀርባቸው ላይ ነበረው ተከሻቸው ላይ ነበረው ሚለብሱትን ፎጣ ሳብ አደረኩት ከጀርባቸው ላይ فرأيت خاتم النبوة የነብይነት ማህተማቸውን አየሁት فرأيت الخاتم إلى سلمان فعرفته عوقت لك يا غادنيا اندنغرينو فانكببت عليه اقبله وابكي يا لكسك مسام جمرك يا ان ما هتماچو حق عينو لا يتجلس كله متبالو ملك تدرسل بتام مالكس جمر كذا النبي صلى الله عليه وسلم تغرمنا اندي غوتو فيت لفيت امتونا فقال ما خبرك لماذا تبكي مندنو متالكس نغرنيالو للنبي صلى الله عليه وسلم اساچون لماغيت حقن فلغا የወሰደብኝን አመታት የደከምኩትን ድካም ትቼ መጣውትን አገር ሁሉን ነገር ነገርኳቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ልባቸው ተነካ በልንገራ ሰሃቦች ሊሰብስባቸው ነገራቸዋል ሁሉን ሰበሰቡልኝ እንደ አዲስ ታሪኩን ነገርኳቸው ይላል ሰሃቦችም ልባቸው በጣም ተነካ ወስሩ ቢሃ اعظم السرور ልባቸው በጣም ተነካ እኔም የነሱ ደስታቸው በጣም ጨመረ እኔም ከዛ በኋላ የነሱ ጓደኛ ሰሃባ ባልደረባ ሁኚ ህይወቴን ከነሱ ጋር ገፋው ይላል ሰልማን የህይወቱን መነሻ ሲናገር ነው رضيالله عن سلمان سلمان رضي الله عنه እንግዲህ በዚህ መልኩ ነበር የእስልምና ጉዞው ይሄን ይመስላል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰለመ ብለው ዝም አላሉትም ሰልማን አሉት ታሪካቸውን ንግሩ ሲጨርስላቸው ካቲብ ሰይደክ በልንግዳ ያንተን አሳዳሪ ይሄን አንተን የቀጠረ የገዛህን ሰው ጥለው ሸሽተውን የመጣ ምንም እስልምና ምትቀበልም ስለዚህ ከዛ ሰው ጋር ተጻጻፍና አፉታ ጠይቀው ወይም ብሩን ክፈልና አንተን የገዛበትን ነጻ ወጣሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰልማንም ከተለያየ አቅጣጫ ብሮችን አሰባስቦ ካለበት የባርነት ቀንበር ነጻ ሊወጣ ቻለ ማለት ነው ሰልማን ምንም በባርነት ቀንበር ውስጥ ተቀምጦ እሑድና የበድር ጦርነት ቢያልፈው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ግን ትልቅ እድል አስቀምጦለት ነበር
علماء من لالو اذا كان سلمان رضي الله عنه قد غاب عن بدر واحد سلمان منم كبدرنا كاحد بركم فقد ادخر الله له دورا رائدا في يوم خندق الله جن خندق لم يبالو تلك زمچا لمسلمش تلك استواصو يدرك زند يهين تلك الدل اسكمطولت نبر يلالو خندق لي من تكست في السنة الخامسة للهجرة بأم استنيو نبيك مكة ودمدينة كتسدد بتك عم استعمت بها لا إذ خرج نفر من زعماء اليهود قاصدين المكة يا يهود مسافنتوج بنو قريزة وستميك كمتوت يهود مسافنتوج مدينة بنبي صلى الله عليه وسلم استدادر السر يعلوت النزي مسافنتوج ودى مكة هدو ودى قريش من دون علاماتكم محذبين الأحزاب على الرسول والمسلمين بنبي صلى الله عليه وسلم بمسلموش لي حيلنا الدراجته عندنا لم يجرش أكزي سلمنا لما أطفات وصلوا يرداتها تري لما تيك أن يسوش تنكساكسوا متعاهدين معهم على أن يعاونهم في حرب حاسمة تستأصل شأفة هذا الدين الجديد يهن أديس ياكوتا كوتا اللون دين الإسلام أمنت كسروا كسرنا الطفات لما أطفات ሀይል ለማሰባሰብ ነበር የተንቀሳቀሱት እንዳሉትም ከተለያየ አቅጣጫ ሙስሊሙን አንድ ጭብጥ አድርገው ለመጨፍለቅ የሚያስቡ ጠላቶችን አሰባሰቡ አላማቸው ምንድነው እናንተ ከውጭ ታጠቃላችሁ ከውጭ ገጦፋኖችና ቁረይሾች ከባቹ ከውጭ ታጠቃላችሁ እኛ ከውስጥ በነቁረይዛዎች ሙስሊሞች እናጠቃለን ማሃል አድርገን ደውፍጩ እንዳምጣቸዋለና በዚህ ወሰኑ ተንቀሳቀሱ مؤرخوش من الهلو يسراو توزات 24,000 مقاتل هيا أرادتش يسراو يتنكساكس ودى مدينة عندي مسلم لما تفات بقيادة أبي سفيان كقرش بكل يالوتن أبو سفيان كغطفان بكل يالوتن وعينة ابن حسن مبالون سو مريع درقو يكبال سراو يتنكساكس أسفرين كبال مسلمو جاني كتراتشو الجيغانا سانبال الله سبحانه وتعالى إيهن كستت بقرآن يقل سؤال ديت كبار دنبال جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم تلاتو تشاكم كبلايم كبتاتكم بكبواتشو كزي وإزاغة الأبصار أينوش بك أبزب تقتل على الله وبلغت القلوب الحناجر لبوش بدن القاتي قرروا لي بدن رسب تقت وتظنون بالله الظنون بالله لي ترطارين بترطراچو بتوقت ردتشاچو አሉ ብሎ ክስተቱን አስፈሪነቱን አላህ ገለጸ በል መስክሩን ሰጠ አላህ Subhanahu Ta'ala ምን አለ ሆናሊከ ያኔ ኡብቱሊ المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ሙእሚኖች ከባድን መፈተን ተፈተኑ ከባዲውን መንቀጥቀጥም ተርገፈገፉ ተንቀጠቀጡ ይላል ከባድ ፈተና ነበር ከውጭ ከላይ ነበር የከበባቸው احزاب الله ምዕራፍ ሰጥቷል ለዚህ كستات مقراف ستو لنزي شفروش سلمنا لما أطفات يمتوت سورة الأحزاب من القرآن اللي بيننا ملكته أنا يعني مرد تشاكوا على برو كستاتو نقلس أسفر ينبر نبيهم صلى الله عليه وسلم يكبال سراويت ودى مدينة يتنكس عكا سندون سياكو فجمع الرسول أصحابه ليشاورهم في الأمر نبيه صلى الله عليه وسلم صحابه تسبسبه انديت النادر قالواتشو نبينا يوحيمت علي يالو السنة للم شورا هدر وشاورهم في الأمر تزول أما كراتشو من منا وحي بمتال لهم ليدينوا تسافا في الدون استمراتشوا أما كراتشوا سبسبوا أما كروا وطبعا أجمعوا على الدفاع والقتال مقادلنا لباتشوا مكلاكنا لباتشوا والسنو ولكن كيف الدفاع ينكبار طور لتمكلاك الشلال وهناك تقدم سلمان سيدنا سلمان رضي الله عنه ينكدي مفتي لست قوما فقال يا رسول الله اني عند عربوچ ما تاكوت سلطالني علاچو عربت او ايتوت ماك انيا فارس هاجر است يالن طلات سيمتا من نادرغو مشيغ نقفرالن سفي غدغواد يا مشاغر اندي تشلو ادرغن انا غداچوالن بزي ملكو مدينه بتراراوچ يتكبري سلونچ كفت كفتون بوتا بغدغواد نطرونا مالف ايچول بزي مملس انشلالنا نبياچ صلى الله عليه وسلم بحسابو تغربونا وسلو بقي هي سلاقا كفراو تجمرا مسلمو تساتف حتى النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا كوا ابرو تساتفوا الى الصحابوچ افر يبول لباچو ابرو يشكموا نبر نبي ني بلو قچالالو صحابوچ بتنكاري مسرات جملو عندي النبي صلى الله عليه وسلم طات سيوتو دكمو بتام صحايو ادكماچو تملكتونا ودا الله اندي سيلو طري يدرغو اللهم لا عيش الا عيش الاخره فانصر الانصار والمهاجرا الله وي كاخره هيوتوچ لينو هيوت هيبال ما يطفي نو اباك
አንሳርና ሙሐጅራዎችን እርዳታ ለግሳቸው ንስር ድል ወፍቃቸው አሉ። ይህን ሲሰሙም ሰሃቦች ነብዩን አይዞ አለን ከጎንን ሊሉ ምን አሉ? نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بكينا ابدا አሉ። እኛ ኮነን አሉ ሰሃቦች ባንድ ላይ እኛ ኮነን መሐመድን ነብዩ መሐመድን ቃል የተግባባ ነው። በምን ላይ ነው ቃል የገቡት? على الجهاد ما بكينا ابدا በጂሃድ ላይ አብረኖስከት ፍጻሜያችን ልንቆይ ቃል ገብተናል አሉ። ነብዩ በጣም ደስ አላቸው። ከዛም ነብዩ ሌላ ግጥም ያመጡ መግጥም ጀመሩ። اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا الله وي انت باتنورك بالتمران بالسجدن بالصدقه بالستن نبر فانزل السكينه علينا باك يعني سكينه مرغاغاتن ازنبلنا اوردلن وثبت الاقدام الا كينا ጠላቶቻችንን በተገናኘንበት ጊዜ ጽናት ለግሰን አሉ። ان العلا قالوا ليلى قتم نبي سيكت ان العلا قد بغوا علينا وان ارادوا الفتنه ابينا نزيكو بيت زمدوچاچين انيا لي دنبر علفو قد بغوا علينا وان ارادوا الفتنه ود كف ود شرك دنملس فتنا بيحسبو بنم ابينا ام بيالناچو سيدو صحاباوچ ابينا ميلون يمچرشون ابيات پويمون يتكبر ابينا ابينا يالو يازيمو نبر سراون ياقلطفو يسروت ينبر سلمان تاتاري سراتنيا نبر بزي كستتوس በጣም ተግቶ ከመስራቱ የተነሳ ሰሃቦች እንግዲህ ሰልማን የመጣው ከአው ያሁኑ ኢራን ፋርስ ሀገር ነው የመጣው ሰልማን። ሰሃቦች ይህን ጥንካሬ ስራውን ሲያዩ ሙሐጅሮች አሉ ከመካ ወደ መዲና የተሰደዱት ደግሞ ሰሃቦችን ተቀብለው ያስተናገዱ አንሳሮች አሉ። ይሄማ ያንዳቸው ሊያርጉት ፈለጉና አንሳሮች ምን አሉ? ሰልማን ምንና ሰልማን የኛ ነው አሉ። በጣም ጠንካራ ሰራተኛ ነበር። ሙሐጅሮች ደግሞ قالوا بل سلمان منا እንዴ ሰልማን የኛ ነው አሉ። ሙሐጅሮች ደግሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማህል ገቡና ዳኝነት ሰጡ። ሰልማኑ ሚና አለ ቤት ሰልማን ከኛ ነው የኔ ቤት የሰበክ ክፍል ነው። አላሁ አክበር የነብዩ የቤት የሰበክ ክፍል ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ ነበር እዛ ላይ ለሰልማን ሞራል የሰጡት። ሰልማን በጣም የሚገርመው በቁፋሮ ላይ ያሉ ትልቅ ድንጋ ገጥሟቸው ነበር። ያ ድንጋ ሲመጣ ኑር ብርሃን ይወጣ አላህ ብዙ የገይብ ምስጥሮችን አሽልኮ ነበር ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳውቋቸው ነበር። ይዛ ያን ድንጋ ያገኘውና ያ ምስጥር ከጎኑ ነው የሰማው ሰው ቢኖ ሰልማን ነው። ሰሃቦች ኩፋራ ላይ ያሉ ትልቅ አለት ድንጋ አጋጠማቸው። ኸንደቅ ኩፋራ ላይ ያሉ ሰልማን وذهب سلمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ان يغير مجرى الحرب يكفراون አቅጣጫ አንቀይረው ይህ ትልቅ ድንጋ አለት ማለፍ አልቻለም ሊላቸው ሄደ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ና ሰልማን ቦታውን አሳየኝ። መጡና ትልቅ መዶሻ ተቀበሉ። በዚህ በተባረከ እጃቸው ያዙና አላሁ አክበር ብለው فهوى به للصخره ወደ ትልቁ ቋጥ ድንጋይ ወረዱበት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሁለት ተሰለጠቀ። ከዛ መሃል ይላል ሰልማን ከጎን ነበር ኑር ወጣ ይላል ትልቅ ብርሃን ተዘባር ወጣ ያ ድንጋ ሲመጣ መዲና ጫፍ እስከ ጫፍ ሞልቶታ ያይ ነበር ይላል ሰልማን። ልክ ነብዩ ያን ሲመቱት አላሁ አክበር الله يتلاقى هنانو اوتيت مفاتيح الفرس يفارسوچن مكفچا قلف تقبلك ولقد اضاء لي منها مدائن كسرى وان امتي ظاهره عليها انيكو يا مدائن كسرى يكسران اغروچ بيتمنغستوش تقبلك امتوچم ياچن بوتا شندفو يقطاطراتلا ايه دنگا كولت سنتقال ሁለተኛ ያነሱنا نبي صلى الله عليه وسلم سيመቱት ደቀቀለ ሙሉ ለሙሉ አልተ ቦታውን ግን አለቀቀ። ልክ ያንንም ብርሃን ተስፈንጥሮ ወጣ ኑር ወጣ ሰልማን ይህን ብርሃን አይ ነበር ይላል። ከዛ ነብዩ ምን አሉ? አላሁ አክበር اعطيت مفاتيح الروم የሮሞችን መክፈቻ ቁልፍ እኮ ተቀበልኩ ولقد اضاء لي منها قصورها الحمراء የሮሞች ቀዩ ቤተ መንግስት መናገሻ እየታየኝ ነው አሉ። وان امتي ظاهره عليها የኔም امቶች ለወደፊት አሸንፍ ያችን ቦታ ይቆጣጥራታል አሉ። ሶስተኛም ነብዩ አነሱ ይከባድ ድንጋ ነው ሰሃባውላ ቢለፋ ሊሰብር ያልቻል ከባድ ድንጋ ነው። አነሱና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን በጣም ሲመቱት فالكت الصخره سلامها واستسلاما ድቅ ቃል የትልቅ ድንጋ ግን ከባድ ብርሃን ወጣ ሰውስት። ልክ ያኔ ሲወጣ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا اله الا الله ሰሃባው ማብሩ لا اله الا الله ይላል። وانباهم انه يبصر الان قصور سوريا የሶሪያን ቤተ መንግስት እንደማይ ወሰንዓ የየመኖችን ግዛት ቤተ መንግስት እንደማይ ወሲዋሃ ሚን መዳኢን الارض
የመሪትን የተለያዩ ግዛቶች ለወደፊት ሙእሚኖች የሚቆጣጠሩት ግዛትን አላህ በዛማ ከኝት እንዳሳያቸው ተናገሩ። ሙእሚኖች ሙሃጅርና አንሳሮች የነብዩ ቃል እውነት መሆኑን ስለሚያቁ ምን አሉ? هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ይህ አላህና መልእክተኛው ይገባልን ቃል ነው። በርግጥ አላህና መልእክተኛው እውነትን ተናገሩ። እውነት ነው ልክ እንዳሉትም ከዛ በኋላ ተፈጽሞ ሁሉን ክስ ተመለከቱት። ኢማናቸው እንግዲህ ጥልቀት ተመልከት። ያኔ መውጫ መግቢያ በሌላቸው ወቅት ላይ ጉድጓድ ቆፍረው ከጠላት ለማመረጥ በሚጥሩበት ደካማነታቸው ውስጥ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ ያሁኑ አሜሪካና እንግሊዝ እንደማለት ነው ትላልቅ ግዛቶች አላህ መክፈቻ ቆልፍ ዘጠኝ ሲሉ ሰሃቦች ምን ይላሉ? ወሰደቀላሁ ወረሱሉ አላህና መልእክተኛው እውነት ተናገሩ። ይህ የነሱ ቃል ኪዳን ነው ተፈጻሚ ነው። ኢማን ማለት ይሄ ነው። በአስቸጋሪ ውስጥ አላህን ማስታወስ ትክክለኛ ኢማን ማለት ይሄ ነው። ያኔም ቁረይሽ ያን ሁላ ሰራዊት 24000 ጦር ይዘው መዲናን ከበዋት ሲመጡ ፈፉጂኡ ድንገተኛ ክስተት ገጠማቸው። አረቦች አይተውት የማያውቁት የጉድጓድ ቁፋሮ የምሽግ ቁፋሮ አየው። በፈረስ እንዳይሻገሩት የማይመቸው فمكثوا شهرا ورتقمطوا دنكواناتهم ذا بوتا طلعوا لا يستطيعون دخول المدينه مدينه من مغبات على تسكالاتهم حتى ارسل الله بيطبقوا ورتقمطوا على تسكا ما شرش الله سبحانه وتعالى المؤمنين ليردا فلغا حتى ارسل الله عليهم الريح التي زلزلت منهم القلوب وخلعت الافئده لبوتشاتهم يربتبته دنكواناتهم يغنطط الله كباد نفاس لك قريشوش بتام دنغطوا ቁረይሹ ጋር የተሰለፈው ሰራዊት አብሮ ደነገጠ። እንዳለ ተበተኑ ተመለሱ ይላል። فقفلوا راجعين وقد باءوا بالخسران والبول كسروا كما في سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم سنن ابن ماجه اللي بتزجبوا حديث لي نبياتهم من يلالو امرني ربي يلالو الله اكبر ميكرمي حديث سو امرني ربي بحب اربعه كيتيكو أردت صحابوشن اندود عزونيال وأخبرني أنه سبحانه يحبه السو من دم يوداتشو نقري وداداتشو عند محمد بلونيال نماني هون الله ودواتشو محمد وداداتشو يالاتشو صحابا أردت تكسو كالنزيوست ما ننبغ مبارك الدم تكسو سلمان رضي الله عنه يا الله يودو نبال لسيسون في اللقاء السيسون دين في اللقاء نبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء أقر أقر كنت أتنطلو سيسدد سدست أقر سيسدد الله ودوت نبال ودي جوالو ودي دلين كالين أرات صحابو جس عندنا قمبار قدمو سلمان يقلالو نبي صلى الله عليه وسلم سلمان لمنه ودي تاقنيو وهو سابق قدامي سلنبال كما في معجبي الطبراني الكبير طبراني الكبير اللي بتزجبه من حديث أنس بزي حديث لي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيات من إلى اللو السابق أربعة كدامي وج وده خير وده سلمنا كدامي وج أردتنا تشوي لالو أنا سابق العرب أني عرب وشنك أدم كنين إن يلالو نبي صلى الله عليه وسلم وصحيب سابق الروم صحيب دمو روم وشنك أدم السنو وسلمان سابق الفارس سلمان دمو فارس وچن قدمو يمتا سونو وبلال سابق الحبشة بلال دمو كنياو ارض الحبشة قدامي وبلال كنسو سمان انتكسو وسلمان وسابق الفارس قدمو يقبا تلق صحباني لتال يهم درجاو من السطط تال وهو مبشر بالجنة الله أكبر الدنيا ليالة يجنة نيتبار تلق صحبان وسلمان بل لال فوق هذا الجنة تشتاق إليه جنة ود سلمان تنافقالج نبيها صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حديثات كانوا يقولوا ان الجنه تشتاق الى ثلاثه جنة كني من صحابوچ ود سوس بتا تنافقالج اني انتن انا نرى جنة من نافقه اللهم ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه من بالدنيا حسنه خير نغرسن باخره حسنه من الدنيا جنتنا معناته እንዲህ ያለ ምን ለምናት ምናፍቃትን ጀነትን እሷ ግን ምትናፍቃቸው ሶስት ሰዎች አለ ከነሱ ውስጥ ማንን ተከሱ ሰልማን ረዲየላሁ ዐንሁ ጀነት ትናፍቀዋለች اخرجه الترمذي وقال حسن غريب الله اكبر سلمان رضي الله عنه من اين الدرجه ينبره سلمان كان سلمان غزير العلم تلك أوقات نبرا صون سلمان وكان من أفضل الصحابة علما
ከሰሃቦች ውስጥ ትልቅ ዒልም የነበረው ታላቁ ሰሃባ ነው ሰልማን ረዲየላሁ ዐን። سيدنا علي سلسو تتيقو سلتلك علمو سلسفي فكرة وعملكاكة تتيقو سيدنا علي منالو فقال ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت سلمانكو ينيانو ياسو يكنياك نبي صلى الله عليه وسلم بيتسوست أندوكونو علم علم الأول وعلم الآخر يما جمراون وكات يما جرشعون يوكانو وقرأ كتاب الأول وقرأ كتاب الآخر የመጀመሪያዎችን ኪታብ እና ተውራት እና ኢንጂል በነብይ ኢሳ በሙሰ የተወረደ ያወቀ ወድ በነብዩ የተወረደለትን ኪታብ ያወቀ ጥልቅ ዒልም ያለው ሰው ነበር። وكان بحرا لا ينزف ዲካው ማይደረስበት ማይነጥፍ ጥልቅ ባህር ነው ነበር ሰይድና ዓሊ ረዲየላሁ ዐን። ከዚህ ማልፎ ሰይድና ዓሊ ሰልማንን ሉቅማኑ الحكيم ብለው ይሰይሙታል። ሉቅማኑ الحكيم الله سبحانه وتعالى سلا لقمان قرآن لي تكسوال ولقد أتينا لقمان الحكمة يعني على لقمان حكمان تببن ستن ونبر إلان يا نبي صلى الله عليه وسلم لقمان الحكيم سلمان نوين نبر سيدنا علي رضي الله عنه تلق مفكر نبر سلمان تلق تلك علم نبر عجو صو نبر يهم تلك علم عجو كزي كستفلي سبع ركال يا نبي مسكر زيقا سيازر كون نعلن عندي أبو الدرداء تلقوا زاهدوا صحابة كسو بيت يادرالو سلمان رضي الله عنه كسو قيتو السنة سامن سيكويو أبو الدردة لليت سيساقر يادرال كنسو من ولال بتام تكرمونا سلمان رضي الله عنه منالوت أنت هوي صومن كنسو صلاتهنم كنسو قالت أني أتمنعني أن صلي لربي وأصوم لقيتايك كما صوم لقيتايك أمي كما درت كلكنا يالله اندي دمو سيلو قال أهو كلك دالو منو لأين حق لك ለቤተሰቦች ሐቅ አለ፣ ለጎረቤት ሐቅ አለ፣ ለነፍስ ሐቅ አለ፣ ለአላህም ሐቅ አለ፣ ለሁሉ ሐቅ አኩን ስጣል። ዝም ብሎ ዒባዳ ብቻ አይደለ፣ ለእያንዳንዱ ለቤተሰብህ ብትሰጠዋል፣ ለዳዕዋ አለ፣ ለኑሮህ ለሰላም ብትሰጠዋል፣ ለእያንዳንዱ ኢስላም ውስጥ ሐቅ ሐቅ አለ። ዝም ብለ አቢዱነ መጋረጃ ውስጥ አትውጣ ሚል ዲን አይደለም። ይሄን ሲለው ይሄን አባባል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሙና በጣም ተገረሙ። ምን አሉ? ለቀድ ኡሽቢዐ ሰልማኑ ዒልመን سلمان علم تتقبال تقبال انديتين تلك جنزابين والله قالوا نبياتش صلى الله عليه وسلم سلمان تعلق عالم صحبه نبر ين علم مدمو يكبتو كنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليت يالك زي يسطو يستمروا سلا نبر نو. وانا عائشه رضي الله عنها قالت ناتاشن عائشه من تلالج كان لسلمان مجلس لسلمان ميقام امطبت كنبي صلى الله عليه وسلم جاء نبروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفرد به بالليل لليت لي نبيو كليل اصحاب ليت قج ادرغو يستمروا تنبر يا علم فكر الرسول نبر الرسول مياتطو تنبر حتى كاد يغلبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبيو ليس كاشن بفندرس بك حقاتش نوصدو منو ليت كانداتشن غانو ميادرو سلمان غاغن بطام يامشوبن نبر تلالچ كزي علم وصدا يهم علمو انديكبر ادرغو سلمان حتى نبياتش صلى الله عليه وسلم وداخرا كهدو بحالا صلوات يورداتشن نبياتشن صلى الله عليه وسلم صلوات مورد اخرا كهدو بحلا صلى الله عليه واله وسلم بساتشو سري تتكوت خلفاوچ مريوچ لسلمان تلك جنبتنا كبر نبراتشو سيدنا عمر يا امير المؤمنين يا مؤمنان مري هونو يعني من عند سستنيا باستدادروبت وقت وسط سلمانن ليلا بوتا لامير ادرغوت نبر مدائن اكبابي يا هونو ايران اكبابي ያኔ ሰልማን መዲና ሊዘይራቸው ሰይድና ዑመር ዋናው መናገሻው ቦታ መዲናን ያኔ ነበር ሊዘይራቸው ሲመጣ ሰይድና ዑመር ይላሉ ሙአሪኾች ለማንም ሰርተውት ማቁት ነገር ሰልማን ሊሰሩ ምን አሉ ትላልቅ ሱሐቦችን ሰበሰቡና ምን አሉ ሀየ ቢና ነኽሩጁ ሊስትቅባል ሰልማን ሰልማን ለመቀበል ምንውጣሉ ወኸረጁ ቢሂም ሊስትቅባሊሂ እንደ መሻሪፍ ልመዲነት ወጡና መዲና ደንበሮች አካይ ወጡ ሰልማንን እንኳን ደና መጣ ትልቅ ቦታ ይሰጠው ነበር ዒልሙ ዙህዱ ትልቅ ደረጃ እንዲሰጥ አድርጎት ነበር ለሰልማን የሰልማንን ዙህድ ለዱንያ ዲኮሬሽን ቦታ አለመኖሩን ብናይ በጣም እንገረማለን ሰልማን መዳኢን የምትባለው የኢራን አካዮን ያልኳችሁ ቦታ መሪ ሆኖ ተደርገው ይያለ ወካነ إذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من على يده إلى المؤرخ دموزو سيوت قالت يبوزو شي حزب استدادارين يعني عند البريزدانت ميكفروا برال يا بر سيستو لصدقة نبر ميبتنو السوس من يبلان سرتو كجسر نبر ميبلو رضي الله عنه
ሌላ ስራ ይሰራን እጅ ስራ ያንሽጦ ነበር የሚተዳደሩ سعد ابن ابي وقاص ባለፈው ታሪካቸው ያየነው ታላቁ ሰሃባ سعد እሳቸው سلمان رضي الله عنه ታሞ ያለ ሊጠይቁት ገቡ سلمان ማልቀስ ጀመረ يعني متفاف لي اكيا لتامو يال قال له سعد سعد منالوت ما يبكيك يا ابا عبد الله انت عبد الله اباتوي عبد الله من بالي جالاتشو انت عبد الله اطررني لو وندم كستر يا ابا عبد الله احتراماتشو نزي جا مردات انشلال يا ابا عبد الله ما يبكيك من دنو ما يسلكسه لقد توفي رسول الله وهو عنك راض نبياتشن صلى الله عليه وسلم كانت يوددو سيونو ود اخره يهدوت من اسفرتو طالق سال قالو سلمان رضي الله عنه من على والله ما ابكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا انيكم مالك سو يدنيا فكرين لنطلاتني غاغوتشي ويم كموت فرتش ادلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا عهدا نبيو جن سيموتو ياسغبون قال كيدان نبر نبياتشن من بلون نبر ليكن حظ احدكم من الدنيا مثل زاد الراكب منو نبياتشن صلى الله عليه وسلم يا انداچو يالدنيا سنقاچو لك سفر لين دميوتا يا عند منجدنيا سنقيهم بلاو نبر وهان ذا حولي هذه الاساويد فين دمو ندمتين يهول بزي نبرت الله تكبب ايهن طيه لموت نو انا سعد ابن ابي وقاص من الهلال تملكت بيتون الهلال زري باي فلم ارى الا حفنه ومدخله بيتو ياله تنش مسداجو مسجدو تنش دغروش ناتشو منون تصونو بي يتغرموا الهلال በሌላ ሪዋያ سعد سلمان رضي الله عنه سيموت 30 ዲርሃም ነበር ወይ ዲናር وفي رواية اخر يزيني حال ብቻ ነበር የነበረው በእኛ 30 ብር ሊሆን ይችላል تواضعه رضي الله عنه يسلمان التواضع سنይ ደሞ በጣም የሚገርም ነው ጓደኛው ምን ይላል አንዴ سلمان ቤቱ ገባው ስገባ ቤቱ ውስጥ ሊጥ ያቦካ አገኘው ተጎምበሶ ይሄ አገር አስተዳዳሪ በጣም ተገረመ تغرمكونا عندي خدامياچو ينانته سراتنيا يتدانو انت تغومبسه متابوكاو سلو فقال لقد بعثناها في حاجه فكرهنا ان نجمع عليها عملي انيا لو هنا غداي لكانات نو انام هولت سرا صالي مچان سلا طلانا اني لغزات بيير نو تغومبش مابوكاو الله اكبر من اين تلقسو مسلمان انديت جنلتا تنافقو هين تلقسو بتام ميغرمو وفي الايام التي كان فيها اميرا على المدائن مدائن متبالو يهونا ايران طلق استداداري ونو تمدبو زي ياله لم يتغير من حاله شيء كسو هنيتا يتغير نغير يلم يلالو مؤرخوچ وذات يوم بتام ميغرمو قصه عند كان وهو سائر في الطريق لقيه رجل قادم من الشام عندي سلمان رضي الله عنه بغودانا ولي سيملالسو كشام هاجر يمط عند نغادي غا تغناني ومعه حمل تين وتم هنا قال يدمو الجلي تمرنا تين ليشطه ود مدائن اغير زوت يمطى كشام اغير دك موت يكبدو قايزوال تمرنا تين يزوال بيتشال يشكملت ميشيل ما كمهبرسو غا بوزم يالتليه سراتنيا يمسل سو سيفلق سلمان نايو واشار لرجل فاقبل عليه نانتسو قالاتشو ساتشو اغير واستدادرينا تشو فقال الشامي احمل عني هذا انت شكملني فحمل فحامله ومضى يا معا سلمان رضي الله عنه تشكمه أبرو مقواز جمره وإذا هما في الطريق بلغ جماعة من الناس سلمان رضي الله عنه عند سراتنيا تشكمه سيدو كزينة قاريقة من قرر لي بزوسو تشاكين سلمان رضي الله عنه وسلم عليهم السلام عليكم على شون تشكمه فأجابه واقفين قموا وعلى الآمر السلام بمراتش اللي سلامهم سلو قال الامير السلام على دنقته هي هشام ينقاري منال بمرياتشي لي اني شاغر مريني تدناغرنا ايو امير اني انول ما نيهم مري لو ميلو سيدناغف ثم تصارعوا لي حزبوا تراوطوا متونا يا ابا عبد الله نحمل عنك اني نشكمل باك استن سيد تكرم دنقت يسو انت لمن دنو دي من كباكبوت علينا من هذا يسو ما انه علاچو قالوا هذا اميرنا سلمان صاحب رسول الله يكو يا غريتو استداري اميرا تشركونو يا نبي صلى الله عليه وسلم بالدربا
بتام دنقت اي سو وهارت كلمات الاعتذار والاسف من بين شفتي كافوست يكرتا قال مزنب جمر كذا مروط هدنا يكرتا بلون يلقبلاچو لياورد سيل سلمان رضي الله عنكم قالوا لا حتى ابلغك منزلك بيت سالا درس بالسط رايتو تشكموا وسدو بيتو ادرسوت رضي الله عن سلمان من التواضع عند تلك يا غير السداداري رضي الله عن سلمان سلمان يهتالك ان ادق سو كلهم الدنيا اللي في الصام يالو موت افافلي درس وفي مرض موته موت افافلي بدرس بتقلي بالبيتون استرت من علت اسكمجلني ياركوشن دبقش انوري ياركوش استوتاين امچالت الصام دبق استمطو بهونه قواطرو نغر يتدبق ميسك نو يي ميسك عند طورنت لا يشنفو سيكفتو يدرسو نبرنا سموت كن ما شته نو بلا اسكمطوت نبر رضي الله عنه كذا متاتشلاچو تلك قاسچنيالوت تلك قامطاتش يهن ميسكون واو اسكتتونا لوسوت كشتوت تنبوها لمنالو انضحي حولي يهن نغر زوريالي رچوالوت فانه يحضر يحضرني الان اهونكو انقدوش يمتو بنيال خلق من خلق لك الله فطرتاتو تشهونو لا يأكلون الطعام وإنما يحبون الطيب تروش التانم يودو مقب ما يبلو انقدوش يمتو بنيال نزوري لي رجوالا الله أكبر بالا بيتم صالح نبرش اندالات زوريات شون رجتشو بيتو نور نور مشتت جمر كذا منارت ورجي برون كفاف جلي انقدوش انديت لمي قوالا كم بيتين يم الصعبالو اندالات برون كفافتتشنا وردتش كزام كتكي تدكي كابو حلا ستمالس سلمان رضي الله عنه روحو اكالو قال نبرتشم ودنافك او الله هدو نبر ودنافك اتشو جنة هدو نبر سلمان ودنافك اتشو نافكوتو ودربشو ودنبي صلى الله عليه وسلم فتلقى بالأحبة محمدا وصحبة رسولنا ينافك اتشو مبال دربوش انتقنانيا رضي الله عن سلمان الله يوددو جنة استعبرم يعني ميسب سبل إن شاء الله كزيت الله صحابي من ما راستمرتو جن أسطرن يعني إن شاء الله كزين ديو سدبنا درغن من نو نبي صلى الله عليه وسلم دالوت أصحابي كالنجوم يعني بالربو جن لك واكبتنا جو بأيهم اقتديتم اهتديتم ما نيون بتكتلو ودي جنة يدرسو جهل يعني كسلمان من نمار لن سلمان كهوتو من استال لن للدنيا بلج لج تلك كوكوت على البرو للدنيا ديكوريشن تلك سست على البرو زاهد نبر لازم نسيموت الجولي ود 30 بر بينا مالتنا الجولي يتغنيو بيتو اندمناقو نو دموزو سلمان اند وطا نبر صدقه ميساتو يهنم يستمروت نبياچ صلى الله عليه وسلم نو زهد ممار على البن الدنيا ان شاء الله نازات بجاچين قلباچين داتغبا زاهد مهون مشال على البن ولتنيا وثانيا رد الحقوق حقا مملس على البن نبي صلى الله عليه وسلم سلمان الساتشو قال سلمان أن تقبلوا أن قبا مدني قالوت يا سلمان كاتب سيدك أنت سلمان بل أستدادارين تزعصفوا كحقو أفوتان طيق علي أدون كفل نبرا على النبي صلى الله عليه وسلم إن يعم بألفوا نتوبوا إلى الله جميعا ودع الله نملس بميلو في سيديات شلي برغرام عندما تكتلت شهد كذا شريط لي كتوبة شرطو تشوست كسوغا ميقناني كوهنا ردو الحقوق نو حق ما ملس اللبن يسو حق الله يقبو يسو حق يبني عدم حق الله يقبو يعني ما ملس اللبن الله سبحانه وتعالى ظلمني زو لم يمت يوم القيامة من إلال يقول الله تعالى حديث الكرسي لي وعزتي وجلالي بلك إني بكبريه نبني لا يجاوذوها زر الجسر ظالم يهني سيرات دلدي بداي سو ألفوم نو ملو بدلاتشن زي ما تطبل لبت سو شقا حق كان العفو تاع مضيق كتشال مكفل ما شال لبن يسو حق نو نبي صلى الله عليه وسلم بزي سلمان تارك لي استمروا تعلقوا تمرتي هنا ليلو تواضعه رحمه الله يا سلمان تواضع سلمان يا غرمري هونو ليط يا بوكال سلمان يا غرمري هونو عند عند سراتنيا تشكمو لسوج قاسي يوسدنا يالن ارى قدي لم سيت لا حتى ابلغك منزلك بيت سال درس مالتهم سيل نملكتالن سيزي كسو منوسدو تواضع راس ما استنانس يمؤمنوش بحري نو بتام كصالحوچ است بتام ميغرمو عنده حج لي يالو سو بتام ازدحام مستنو حج لي سو ارجچاو ملي بزال ذا است
ያኔ ከጎኑ ያለ ሰው ላንድ ሰው ላንድ ሳልስ ምን አለው والله ما اظنك الا رجل اسو والله مطفو ሰው እንጂ ሌላ ተመስለኝ ማለት ይህ ደግ ሰው እኔ እንዴት ትለኛለህ አለ ምን አለ ما عرفني الا انت والله كزي مليون حزب حجاج است انت جمان ما لاوقني لك እንዳልከ እኔ مطفو ሰው ነኝ ይሄ ራስን ማስተናል ሳይያችሁ ሌላውን ደግ ሰው አንድ ሰው በጣም ሰደባቸው የስድብ ማአታ ወረደባቸው ምን አሉ መልስ አልሰጡት ምን አሉ ان كنت صادقا فغفر الله لي يسدبكني وكسكني ነገር እውነት ከሆነ الله ይመረኝ وان كنت كاذبا فغفر الله لك አንተ ደሞ ውሸትክን ቀባጥረህ ከሆነ አንተ ደሞ الله ይመረ አያችሁ ተዋዱ الله اكبر العابد الزاهد محمد بن واسع ميبالو تالاكو عالم عابد من يلالو لو كان للذنب رائحة لما جالسني أحد يلالو لني ونجل ذنبي شتاكو بينورو عندم صابري بالتكمت أنبر بطعم كرف أنبر تلك عالم عابد كوناج يا الله فري باري نياك النسونا المعرم من يلو تمنا ميسا الزن حالاتشين نبياتي صلى الله عليه وسلم جنة يوم الكيامة كفتو ميقبو كزي أمة مجمرة نبياتي صلى الله عليه وسلم لاتشو كذا أبو بكر الصديق تكتل واتشي قبل سوستن يومي قبل عمر رضي الله عنه عمر رومي قبل يتعلق صحابي يقن من يلالو من قر لي عند هسأل اللي سياقين ياسكومتنا دعا در قر لي ملتال أنت نسونا ونجل الله أنه ندوم ببوزو ونجل تجمالك قال أباك دعا در قر لي الله أكبر من أين التواضع نوري أما نحن عفان الله الله يزنن لنيا አሁን ዘመን ማምን ሰማወሪ በጣም የሚቀፈ ነው እኔ ፍርቀቱ ናጂያ ነኝ ይላል እኔ ፍርቀቱ ናጂያ ማለት የውም القيامه ካላህ ቅጣት ነጃ የሚወጡ ጀነት የሚገቡት ግሩፖች እኔ ነኝ ሲል ሰማል كيف انت نفس እንዴት ብለት ሰይማል እኔ منافق ነኝ ነው የሚባለው والله ناستاهكل ወንድሞች በጣም ይገርመው ከታቢዒዎች ውስጥ አንዱ ትልቅ ታቢዒ ምን ይላሉ ታቢዒንስ ምን ይላሉ 30 የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦችን በህይወት አግንቻቸው ነበር ይላሉ يا انجدي رضي الله عنكم يتبالي تولدنا عدو الله ودو اتشوال يتبالي تولدنا سلاساهم ميلال سلاسا قنشالو سلاساهم منافقنا يالو هلوم ياسب نبري هلوم اني منافقنا الله يمرني يالو نبر بنفسات شولي ياسب انت تقول انا فرقة ناجي اني فرقة نا ايبالم واندمي تواضو اني نين ونجلين يو الله درك مريت لسيامات بني ونجلي هنا هزبوكم بني نو يتشقر يالو امن السوش نمونا لبن كسلمان رضي الله عنه امن ما رتلك وتمرت تواضعه رحمه الله رضي الله عنه امستن يو تمرت التضحيه في سبيل الحق حقا في اللقاء يتكفل مسوات النت كسلمان نينالن سلمان بزو اقرى قررت بتعم كتولدبت كتكمتبت هاجر ود الشام ده كشام ود موصول متى كموصول الى نصيبين متى كنصيبين قطروا جدي الى العموريه كعموريه ود عرب كعرب ود يثريب كيثيب تعب حقم في اللقره متكم علبن حقيقانيا كنات كابات سلمنا ناغنيه نو بزو بوتا تكرت سنسطو هايتايم سلمان ود نبيو ميادارسوس كهونه درس تضحيه موسد مرط ምንድን ነው ያለው ወደዛች አትክልት ወደ ተመረላ አባት አገር ሲدرس ወደ ነብዩ እንደሚያቀርው ስላወቀ ባሪያውን መሸጡ ተዛላ ነው ያ ሰው ያ ትልቁ ጳጳስ ይገባለት ቃል ነው ተዛሉ ነብዩ እንደሚያገኛቸው አስተዋወሰ ስድስተኛው ህፍዙ ወሲየት الرسول የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሲያ መጠበቅ ሰልማን ሊሞት ሲል ምንድን ነው ያለው ነብዩ ቃል ያስገቡነን አላማላሁም ብዬ ነው ማለቅ ሰው ነበር ያለው እኛስ እንዴት ነን ነብዩ ብዙ ወሲያ ሰጥቷል ሊሞቱ ሲል አሰላ አሰላ ወማ መለከተ ኢማኑ የሶላት ነገር አደረ በተለይ በጃቹ ላይ የሚተዳደሩትን ሰራተኞች አደረ ብዙ ወሲያ ይሰጥቷል እየተበቀን ነው ነው ራሳችን ጠየቅ የመጨረሻውና ትልቁ ትምርት ግን በሰልማን ታሪክ ውስጥ እናገኘው የክርስቲያን ቀሳውስቶች ጳጳሶች ሐቅን እንደሚያቁ እንረዳለን አሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ ብትመረከት ሚስጥረ ካህናት የሚባላል የካህናቶች የተላልቅ ዑለማዎች በእነሱ ተርም ማለት ነው ምሁራኖች አሉ ለነሱ እንጂ ለሌላ ማይነገር ሚስጥር አለ ከነዚህ ሚስጥሮች ውስጥ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ነው መልአክ እነሱ መጽሐፍ ውስጥ ተነግሯል እነሆ ነብይ ኢሳ አለይሂ ሰላም ቁርአን ላይ አላህ እንደነገረን ወሙበሽራን ቢረሱልን ያቲ ሚን ባዕድ ስሙሁ አህመድ እኔ ማበስራችሁ ነኝ ነብዩ በነ አህመድ በሚባል ነብይ ለወደፊት ይላካል የመጨረሻው ነብይ ይላካል
በሱ አብሳሪ ነኝ ይላቸው ነበር ለነሳራዎች እና ትክክለኛ ከይሶችን ብታገኝ ሀቀን ያቃሉ። አንዳንዴ ቁጭ ብለህ ስታወራቸው አይ ልጄ እምነትም አይናንተው ነበረች ታዲያ ምን ይሆናል ብሩ ይዞን እኮ ነው ይባል በግልጽ እንዲሚሏል ሀቁ ከነሱ ውስጥ አለ አውቆ ሸፋፍነውት ነው እለፈው የሚባል አካሄዳለች። በተለይ ለዚህ ንስሐን ብሰጣችሁ እንድትሰሙት አንድ ካሴት ሰባቱ የቤተ ክርስቲያናት ሚስጥራት የሚል በወንድም በኡስታዝ ዑመር ተስፋ የተዘጋጀ አንድ ሸሪጥ አለ። ገዝታችሁ ማርኬት ላይ ይገኛል። አዳምጡት። ሚስጥራቸውን አጋልጦ ያወጣ እሱ ራሱ ትልቅ ቄስ ነበር። ከዛም በኋላ አላህ ወደ እስልምና መርቶት እዚህ ደረጃ ላይ በቃ ነው። እና ከዚህ ታሪክ ላይ የምንረዳው ቄሳውስቶች ሁሉም ሀቅ ያውቃሉ። የዲን አልኢስላም ትክክለኝነት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ነው መላክ ከዚህ ታሪክ ላይ የምንማረው ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰማነው የምንጠቀም